أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يصوم الاثنين والخميس في شهر رجب وشعبان بنية التدرب إلى رمضان؟ إذا لم يكن يصوم الاثنين والخميس في كل الأشهر فلا يصوم في رجب، لأن رجب ليس له، ولا في شعبان أيضا، لأن الاثنين والخميس صامان من كل أسبوع ولا يخصان بشهر معين. ما تصوم الاثنين والخميس إلا في شهر معين هذا بدعة، لكن إذا كنت تصوم الاثنين والخميس دائما في كل أسبوع هذا طيب، هذا سنة، فلا يخص رجب في شيء. وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه ولا يخص الاثنين والخميس، كان يكثر، كان يصوم أغلبه، يصوم أغلب شعبان، إلا أنه لا يستكمله. نعم.